بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلال وجهه وكمال سلطانه. الحمد لله عالم الغيب والشهاده. الحمد لله الحي القيوم الذي لا تاخذه سنه ولا نوم، وله الحمد حتى يرضى، وله الحمد اذا رضي، وله الحمد بعد الرضا. والصلاه والسلام على الهادي الامين، إمام الأولين والآخرين، وخاتم الأنبياء والمرسلين، محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ونسأل الله العلي القدير أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والإيمان والرخاء والاستقرار في ظل قيادتنا الحكيمة، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله ورعاه، أصحاب الفضيلة والسعادة، شيوخ ونواب وأعيان وجهال القبائل، ضيوفنا الكرام، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن اليوم بضيافة قبيلة آل مبارك المسالمة، أهل الحماية وصادق البدع، يكرمون شيخا تنحى عن منصبه ويحتفلون بشيخ يواصل عطاء مسبقه، يكرمون الشيخ الشريف بن عبد الله الضمان بعد عطاء دام 37 عاما، ويحتفلون بالشيخ طارق بن الشريف الضمان بمناسبه صدور الامر السامي بتنصيب شيخا لقبيله ال مبارك المسارده الحقاء. باسمي واسم قبيلة آل مبارك نرحب بالضيوف الكرام، ونرحب بهم بتهديد الحضارة الخالدة. ألف بوذ الملك، بوذ الملك. حبنا الكريم، خير بداية لكل بداية آيات عقرة من كتاب الله الكريم، ندوها على مسامعكم القارئ ناصر الناحي بن معدي. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. لأهل الحمد كلمة يلقيها شيخ قبيلة آل مبارك إنسانك حضار الشيخ طارق بن الشريف الضمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحبوا ثم أرحبوا ثم أرحبوا ترحيبتك حضار الخالدة. الله يحيي الحاكم باسم قبيلة آل مبارك خاصة، باسم قبائل النساء عامة، الشيوخ وجبر. الله يحيي كل من تحلنا وجانا، الله يحيي الحال. مرحبا اللهم اسرة رحيب المطر. الشكر لمن جانا ومن تعذر ومعذور، مقدرين الظروف. اللي عم يا مبارك اجتهدوا طيبا منهم، تقدير شايبهم وسووا كرامه. الغلا والتقدير راسه وجانب، ولا نجهل عندهم ابوي عنده ولا عرفه، وسلطان الشيء تعرفه عندهم، وقف وقفه الرجال الواحد، وكانوا انسان رجال واحد في كل علم غالب. زعمناهم بالامور تخصنا وقفوا، زعمناهم بالامور تخصهم العامه وقفوا، وجعلوا منكم العماره ولا يهينهم ولا يجعل فيهم ضعيف. آل مبارك يرحمونكم جميع، يحيوكم جميع، الله يحيي الحاكم. مرحبا اللهم اسهم لاصحاب سمو ولا شيوخ قبائل ولا اصحاب معالي ولا اصحاب فضيله ولا رجال اعمال ولا الحضر الغفير. الله يحيي الحاكم تحيه المطر. ان حصل قصور مني انا يا اخوكم واحذروني، الجمع واجب والمعارف واجب، عسى وياكم المحبوبين المقبولين عند الله وعند خلقه. ان حصل جماله به باسم المساعدة عامه وباسم آل مبارك خاصه، والحصل مني شيء من تكسير الجلال، اتسلوه ومرحبا اللهم اسعد راحب المطر.
أهدي وإياكم إلى مخرج الشعر والشعراء. قصيدة ترحيبية للشاعر جمل بن محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعد مساءكم جميعا، والله يحييكم في حفل تكريم شيوخنا واللي حضر شيوخ كلهم. اما المشاركه فقل جيت اشارك وتشرف وتفاخر وتباهى، ولا حضرت الا مجيب النادرات من الفرايد، والفرايد من ثلاث الريح ما كل قلاها صافنا تمشمها المخطاف تذهب الجرايد. شاعر من يبقى وقف الحفل على عماها، وكان من اذا الفتن الله خرج القصايد، ولا وقفت الا مراحل من الشامه من غراها. الحقوا ثم الحقوا ثم الحقوا سلموا عوايد، مرحبا عند النجوم اللي تنامع في سماها، فالنيابة عمي لعمي صدوقين الوعايد. لا تمثل كاسبين النعم مثلا من نصارى، من مضيما يضيما خصم لا شرط الهدايد، من صورة جاهلية ما حد يسهد حماها، محتمين الماء الحوار ومحتمين الماء جرايد. والدماي الفاضية مفعولها تحت اللسان، فالدوالي حل قيمة والدوالي حل دايم، وهي تلحين لأصحاب السمو يسعد مساها. يا سلايم من حكم باب السيف يوم الوضع قايم، أملك عبد العزيز اللي بلد دار وحماها، وحد الشعب جهوده ليف خما لم نسايم، وصارها يوم الحروب الطاحنة تبحر ضحاها، ورهن فتكم الرياضة والمشايخ والسعايب، واحكموا بعدها بلوك اليأس الجنة جزاها، جمعوا شاك الشوب وذللوا كل الشدايب، وفي عصر سلمان تدعم دولة العز ورخاها، هذا سلمان الحجر زعيم لأمه قايد، الملك يريد ان يصومها ويكسب عصاها. اما للدوله وشعبه ودوا الحرب ونكايد، وساحبه هيمن ولي العهد ويجبه رقاه، الامير محمد اللي رايته عزه وسلايد، طور الدوله وضبطها وحسن مستواها، شام كل ما يلتفت مهل الضمينه والمكايد. الله يسلم ولاة الأمر يطول بداها، والله يجعل الوطن في ظل سادات بن سداي. بعدها سلام يا شيوخنا إلى مسجد نباها، الشيوخ اللي لهم وقفة ونظرات معاي. أبو عبد الله الشليل علاج الأكباد ودواها، أشهد أن أمير طلال على رؤوس النوايا، شيخنا اللي للمطالعه دوره والركبه ثلاث، دور ربعه ما يحسن بالخسائر والفوايد. اسلم شيحه الدور وقمه البيت ثلاث، وسلم الشيحه الفارح يا عسى عمره من دايم، وقام فارح بالمهمه وتراخى في قواها حيوه ذا الحجاج وحيوه ذا المناعي، وقام فارح بالمهمة ما تراها في دنياها، حي والله ذا الحجاج وحي والله ذا البناي، طلعها تحبه وهو يتعب لابد ان يكسب الله، تدعو لما بدا في السالفة ناقص وزايد. الخلاصة من بدايتها إلى آخرة منتهاها مدبر السلام شاعر ما يبددها النهاية، والختام أجل صلاة الله على المبعوث طه عز شاعر أبوك وعبد الدار الرعاية وسلامتك. قصيدة ترحيبية للشاعر سعد مسعود بن عبد. أرحبوا يا جار، مرحبا ومسهلا، لذيذ ترحيب ومرحب بالجميع. أرحبوا المشاركة، أقول أنا الشاعر اللي لا حضر يبدأ
الفكارة والشاعر اللي لا نطقع جب الشعار يريد تبرى بعضهم جملة أشعارة تفضل معي اللي يسمع ولا تحتار علوم السعد ما خلت الناس محتارة ولا مرحبا الترحيب تنتظر بالأقطار من رجال لين رجال ما هي بوارة ولا مرحبا وعداد ما هل أداء الأنفار عند الحقيقي اللي خلوا حب وزيارة عن المعيار المارك أكبر والأكبر ما بين الصير والمواقف بدارة عن المعيار المارك أكبر والأكبر ما بين الصير والمواقف بدارة ما يقدر على ربع سوى الخالق الجبار خلق الأكبر الجلشانة والدارة ويقدر على ربع سوى الخالق الجبار خلق الأكبار الجلشانة والدارة كلام عيدتي خايب الوقت والأكبر مع الجدرين ويأخذ الكون بكتارة اليوم العرب والبارد جيش وزين المار لنا وقفت وقفنا الرجل العادل وطاح بطارة ويا بلوك من حكم من يحكمون الدار من وقت الدار ما هي بوارة ويا بلوك من حكم من يحكمون الدار من وقت الدار ما هي بوارة فعمينا ليقنا فعمينا العمار على كل عزة لكينا شعال دارة وخبشت فالمار في نسبة الدار وكلها وفي حقيقة المدار وعمينا ليقنا فعمينا العمار على كل عز للجميلة شعب نارة وهو معجبة الأبار في نجمان ودار يوقف لها وقفة حقيقة حمدارة هل أقل من الشيخ تقل لنا الأشبار يجور سداد ولابدة تسمع أشبارة ويوم الحظ المات في سن والأجهار ويوم الحظ المات في سن والأجهار وليد الشداد مغرد الجود ومارة عسى جدك الضمات ما تصليها الناضعين ومذبوح المعادي في شارة ويا فارح الضمات في سر والأجهار وليس اشتاد مرض الدود وبارة عسى جدك الضمات ما تصليها الناضعين ومذبوح المعادي في شارة ويا فارح الضمات من بادي المشوار تقدم بلا وابشر بعزك على الله تقدم بلا وابشر بعزك على الشارع أمير تجمل لابدك والظنون كبار عطاك الله الحكمة وقلبك جبارة أمير تجمل لابدك والظنون كبار عطاك الله الحكمة وقلبك جبارة ولك مجلس مجهال يوصلها الخطار تخالف مسيرة على بن ببهار وعودي إلى أعلى وش حبل المسير صار وبشاشة ضيوفك ما تدري قلبك بسيارة من آلات مسجد محتمين الخوي والجار كذا المسجد ما يكبر الضيف في جاره ومن آلات مسجد هالعماية وهالمقدار لما قلبهم بحقان في مجمل الجار من آلات مسجد محتمين الخوي والجار كذا المسجد ما يكبر الضيف في جاره ومن آلات مسجد مجمل اللي زمانه جار يا مجمع بلاب في مشر وشاره ومن آلات مسجد هالحماية وهالمقدار تبقى قلبهم كحطان في مجمل القارة وفي ظل حكام البلد بلد واستقرار عسى الله يطول عمر سلمان الدجال صح الله سالك بعد الأشهر مع قصيدة ترتيبية أخرى للشاعر محمد بن هدال المسني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته توكلنا على الله واستعنا طابنا العون من عونه وعنا عظيم الشام لا محبوب غيره أو اللي خلق الإنس والجنة بعدها للوطن مني تحية وطننا ثم وطننا ثم وطننا وش فعلنا لحد الجنوب بعدها للوطن مني تحية وطننا ثم وطننا ثم وطننا ويشهد فعلنا الحد الجنوبي قوام الخادم البيتين حنا اسود يسندت حنا القيادة اسود يسندت حنا القيادة ويشهد فعلنا خالص عملنا
ترحبوا مليون منا بحفل الشيخ زيزوه من السرايا بحفل جديد بزمان المجنة، وهو شيخ تسلسل بالمشايخ وليد اشتاق من سابق زمن، وهو شيخ تسلسل بالمشايخ وليد اشتاق من سابق زمن. أما الضمان والتاريخ الأول خلاهم ضرب بالسيف المحني، وحنا اليوم بالعز تحتتين طلبنا من سلفنا صار منا تقدم في محل أبوه فالح، وهو فالح وطيل السعد غنى صميد عراس محمود السجاية، صميد عراس محمود السجاية مثل ما كان أبوه يقول غنى، صميد عراس محمود السجاية مثل ما كان أبوه يقول غنى. من آل مبارك الجد مسلم نقول القوم فعل فعلنا سبق العياد من العرب فعال، واخوه عبيد فعلا يذم ومن احزان والتاريخ شاهد، ومن احزان والتاريخ شاهد عدوه من سهوم الموت ون ورثنا المجد من مجد الجدود ومجد اليوم مصروحه الفن، ورثنا المجد من مجد الجدود ومجد اليوم مصروحه الفن. وهذا مختصر من هالقهر، تحياتي لكم منا ومنا. سلام. صح الله يسالك يا ابو هدار، شاعرنا القادم درعك حضاري، شاعرنا في البلدان. العيون تحطام العريبة في قلوب وفي الحصى، حصى تنجد المجد مالي من مواقي في حلو، وانا بالعاطف محزني مليان لي وجه يلقاها خصي الحصان في الميدان وطايل قصر. كل العلوم تقيك حسب وصولها، والورد الضامي على قال المدي قد قالها الاول، وانا بقولها ما بحمي بحمي المسدي. من الصكوك عقبتنا أبو رجفة الدنيا بهنها ويظهر للسعار، كلني حافظ على قد الضبنه وشنبه للقصيد شعور والشعر من سحر الميان، إن بغاف النظم ولا بوسطه الملعب أحمد اللي حط لي بين خلق الله مكان، وحط في صدري دواوين مثله المكتبة ما مدحت فلان وفلانة من حشمة فلان لكن ما لقاه ولا شمعة منصبة ما وقفنا في المنابر وقوفة البهرمان، نقلة مرت ما وقفنا في المنابر وقوف البهرمان، مرة يشرق بقافة ومرة في غربة ما قفلنا موقف العيد نادى الإجبان، كيف أصدق من يقول أعلى بالشعلة أكذبة، والله إني كذب ما له مع أهل الشارع شام، مرحبا بالصدق يا موثق الشعلة أعلم أخر عنكم صفصف الحكي مداحة الهدى ينشف العالم عسى الله بمثلها ينشف أحمل وكحطان من قال ناموس البيان فعما قطع الضبة ولا بعد الضبة حمل وكحطان من قال ناموس البيان مجدنا قطع الضبة ولا في عكبة الضبة الاعتزال صفنا واحد مثل صف جيشه البيروان وكل عيشه
منطوقه وزير سيف عرفن لا ضرب كل
في ظل
الحرب ولا السياسة، عدوها تسحق العين ضرورها، والعلو منكم كلكم والسموحة، صخرتها بالفكر وأخشى قصورها، صلاة ربي في ختام القصيدة على شجاع الخلق ساعة نشوفها. صح الله لسانك يا ابو فندم. شاعرنا القادم من قليل الشمر الشاعر سعود بن فهد الشمري. السلام عليكم. صباح الخير جميعا. مبروك لحالكم بعلم ماشي الهموم. والله لا يهينكم ويعافيكم ويعلمونا انكم لو تسوون معلقات ما توضيحكم. يالله ندامك وخيرك ما نقول وما مدى، يا الواحد اللي كل الأمة تلتجيه وتعبده، يا رب جملني بشعري لن يطلع للصدى وصار فليدك لهم شاعر ولا احتياج حده، يا رب جملني بشعري لن يطلع للصدى وصار فليدك لهم شاعر ولا احتياج حده، يا لا تشرين يا خوالي كل من أملك فدا يا أهل الدخيل اللي يتاقم يبشر بسعادة، يا لا تشرين يا خوالي كل من أملك فدا يا أهل الدخيل اللي يتاقم يبشر بسعادة، ريحة فيكم نفرح ولا نحتاج دعوات ونداء حق على يديها لفتونا مشاوركم كده، في حفلكم نفرح ولا نحتاج دعوات ونداء حد علي اني اهلكونه مشاوك من فدا، انتم خوالي وافتخر فيكم مغني وحدا وشعر ما يوهي متى يحكم لويعه عدله، انتم خوالي وافتخر فيكم مغني وحدا والشعر ما يوهي متى يحكم ولو عند عدله، احسان تفرق فالدبائي من يطاولها غدر احسان همسى سرع رب هذه علوم مبكدة، احسان تفرق فالدبائي من يطاولها غدر احسان همسى سرع رب هذه علوم مبكدة، اهل سلم اللي تريد الشان ما فيهم غدا ما في دبائي مثلهم هذا كلام يوشك، فاحسان تفرق فالدبائي من يطاولهم مدى فاحسانهم ساسر عرب هذه العلوم مؤكدة، أهل السلوم اللي تلد الشان ما فيهم رضا وما فالدبائي مثلهم هذا كلام يوشهد على دبائي اللي هربون بسلم في قلب عداء أهل سلوم ورد شانه وغيرهم بالرجهده، ويسهل يا شيخ المبارك جعل عمرك في بدا يا الطيب اللي يا عسانا دائما ما نفقده، شيخت ما هي بكلام الا فعل من بدا فعل مكمل بين ربعك ومتعلم سنده، والمشيخة سلمت هذا الشيخ فالح نادته تذهب هالشيخة كف ما فيه رجل ينفده من يومه الصغير وهو حر وباله ما هدى، حر الولد حر اليوم هدنا ومس اهتدى، من يومه الصغير وهو حر وباله ما هدى، حر الولد حر اليوم هدنا ومس اهتدى، يستاهل شيخه مقامه قبو ما راحت سدى، عز الله انه ان شيخ المراجل سنده واختامها يرجع لكم ما تذهبون بلاد يداومكم سلام يا خوالي دائما مرددي سهلوا واختامها يرجع لكم ما تذهبون بلاد يداومكم سلام يا خوالي دائما مرددي، وصلاتها بعيد ما هبهب هموم الا الشتاء على النبي والشكر لله نمتديه ونحمده وسلامتكم صح الله لسانك وعد الاشاره.
شاعرنا القادم الشاعر عبد الله بن أبي بن حبان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. احب ارفع اسماء التهاني والتبريكات اخوي الغالي الشيخ صالح بن شتيه الباقي مسلم وسواه العلي العظيم المعينه ورفقه وخدمه بني ربعه وخدمه بني عمه وربعه والكرار وكله مطلق. عندي مشاركه بسيطه يقول سلام سلام من دار الوفاء والمروات دار الكرم والطيب دار الامارات الدار السعوديه في العالمها دار الشجاعه والفخر والبطولات فيها حرم ربي ومسجد نبيه عليه من افضل الصلاه والتحيات من عقبها جينا نهني بارك. وقبل التهاني نشكر الشيخ بداد شيخ الشيوخ اللي يذلي عباده لا صار في الاوضاع صونه وقناه يجزي كما يجزي ويقن سما شتيت حلال الامور الصعيبات يجزي كما يجزي ويقن سما شتيت حلال الامور الصعيبات كفيت ثم وفيت في كل قال كفيت ثم وفيت في كل قال وسلمتها للي حفظ الامانات الشيخ فالح جعل تبقي سنينه ابو عناد اللي يشيل الثقيلات يركي على الكاد وياتي مطاول ويخلي اكبار الدعاوى سهالات شيخه على اساس الفعل اللي جنبه ما جافه محبه خشم او محابات وربع حزامه درع جنبه وسيفه حفاظهم يمشي بكثر الخسارات آلات مسرد صادقين الحمية فعل على إبراهام من ماضي فات أولاد مسرد صادقين الحمية فعل على إبراهام من ماضي فات وأنا بعد من لافتر سيربية وكبار ثاني كان على جبال السروات ربعي إحبابا سعد منهم ربوعا الفعل اللي خلت الدلائل والاثبات وكل الجماهير الوافيه دون قاصر قول الحقيقي ما يبينا شهادات وختامها مني سلام وتحيه من دار خطر الليالي الامارات. صح الله الزاد شاعر القادم الشاعر المشهور عبد الله بن خيش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير يا معاذ بن المبارك. والله يبيض وجيهكم على هالمقام المشرف. على الكرامة الطيبة والوافية اللي ما تستغرب والمكارم ما تستغرب من منابعها. وانتم هالاساس الطيب وهالمجد الجليل واساس المحرم. بني عمي بني خيكم بيت حطان كافة ومسيرة خاصة. على راس على سبيل المثال سعد بن مالك واخوانه انتم خواه بيت حطان. الشاعر لست من دعوة الغالية تحفظها من قدر وجلاله
الشيوخ الغريب لا ما سمع حصان بما أنه وضع جرى من عين مبارك حزام القبيلة ومن كبها كريم الوجه وداه وكذب الناصير كبيرة منه من خير زبيبة والسمعة أجزاء أبوها وجدها نظام الزيل عطاك مهمة والهمة ثم كبها وليها الجزء لأبطالها وهي الآن محمد بن مرار ونصفها وناخذ يا رضي بحتيبه مرعي الاجابه الحراره حوم لحام
الشيء قدمين لها رافق ما ترك تسرمها بيغارة امريكا على كوريا والصين هذه كتب الحرب الآن ما إلا سمها يتحارب في أبو سلام أبو التهجير من البيض الحرب المصدر. لو أن الوقت مفاتح يوم المال الشيء قدمين لها رافق ما ترك تسرمها بيغارة امريكا على كوريا والصين هذه كتب الحرب الآن ما إلا سمها يتحارب مثل جشن نقبل من الشيء اللي
كفر عقل جاهل مثل كل راي ومقاول. نقف له اجمال ونترك له اجمال ما ننتظر في ضيق وقفها تجاري ونقل هدير اللي مثل طيب زلزال ولا راح تنوم ولا طافر داوي ومقبل مثل سالم تكبر على الجاريه نخلف كل راي وهقاوي وجنن الفزعه وطنيخ الابعاد صبيان لا توجههم والعزاوي عشاق الناموس دربين الاقوال كانهم يشكونها بسبعه على داوي مدلهين الجار سمكين الاقبال عوجان دون اللي وبرهم تزاوي عقال لا الله عوم الناس عقال وسبها لا نزل ديارك حماوي وإلى تقدمنا من الطيب خيار نجي له دور إلى وش الحساوي ننقل العيلة كل كايد ومختار وهو منها من وقعة القاع ياوي العبد لصارت حموله إذقال ومجملة لما تلاخى الدناوي أهل مخاطير من اللام عسلال كانها على القاب المطايا عراوي كم راس شيخ من دونها فوضى ما صلى ربعه وكفى الدهاوي من صلب مسجد موجعة كل عيال غافل على دوشة محاذير ناوي نبت النهار أهلين وضحكه أبو الوال ونعلمه وشلون ودى مناوي ونعلقه ويصيف الويلها طال يبكي عليها كل تايه وغاوي مهما تفرقنا المصالح والأشغال ديار يجمعنا صدى الصوت عاوي إلى ذنب جيناه نهرب بزرفال يشوفنا ما شاف عقب وشكاوي سوى سوى منها يسلمنا ولا زال بالشمس شكه جرته ويقناوي سوى سوى علم العوالف الجهال كنه لنا مما رواها الطحاوي واخر دروس المجد في كتاب الابطال قصر بنينا لا يصير التهاوي مهما ذكرت اخصار واخصار واخصار انا اشهد اني فن مديحه مهما ذكرت اخصار واخصار واخصار اي والله اني فن مديح امتشاوي اطوال قبل الملك ومن بعده اطوال وانا مقصر لو جنوبي سناوي لكن بقول اللي يخلد للاجيال قوري مثل نجم تعلوى السماوي انا اشهد اللي يعود وضوع الخال من دونهم ما جلسوني الداوي كفو صح الله الثاني شاعر مطالب شاعر محرر فلاح الروح السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اول شيء مبارك اخونا فالح على ثقه من الحكومه ومن الام الربع وشيخ ولد شيخ ويستاهل انا والله اني ماني بحب القصائد السريعه للتحضير وانا بل اغني جعله يسلم ويشهد لي محمد بن مبارك وبدين من يد لي جيدا يقول فالح ان بلغني عسى عمره سنين فالح ان بلغني عسى عمره سنين والوقت ضيق بروحه وجيه والمسألة ما هي على قول بيتين ولا هجوس البيت هذه أولية المسألة منصر رجال العزيزين نبغى جماله والبيوت القوية سلام يزحو للرجال اليمين يا صفوة أهل الجود وأهل الحمية هرادب مسردك عام عادل ذرع الخير وقت الحوية هرادب مسردك عام عادل لا ثار عند الخير وانت الحوية ستر العذارة نصرة الحق والدين وشوفهم كل حدود الحمية وافعالهم بالوقت الأول وبالحين يشتها التاريخ والنار حية وفي سلمهم الأجارة لو يبعد سنين يكرم ويحشم ويكرم بالكفوف الندية ومعرفوي والضيف والضيق وافي عاداتهم وسلومهم الأولية جبنا على ما قيل بعض العناوين والباقي لها يسهم المنية وجينا نزف الطيب في حفلة شتين شيخ التنوم اسمه جميع السمية زيزوم ربعه في جميع الميادين شيخ المبارك محتمين الولية زيزوم ربعه في جميع الميادين شيخ المبارك محتمين الولية وخير الخلف فالح
طريق الحجاج شيخ العرب قوه عزومه قويه طلق الحجاج وقوافي يمر الوفيين وماخذ على دروب المراجل هويه قلته وانا من لابتنته في يدي الجحاد يسك من نفوس العصيه. قلته وانا من لابتنته في يدي جحاب يسب من نفوس العصية ومن الأطروف من الزحيم الحبيبي يشهد على التاريخ لجد العلية وقال وكلك حضارة فعلهم تعجب العين من يطيب اليكس الشمس فيه اللي اعتزوا العود مكفوا ومحمين ودوا على جمع القلاحة الحوية وصلوا على اللي وضح الحق والدين أحداث مصر وجميع البريد سلامتكم وشكرا عاصم. صح الله زادك يا محمد. حضورنا الكريم استكمل اياكم فقرات الحفل بعد تناول وجبه العشاء.